وينضم إلينا من القاهرة مراسل الغد الزميل محمد الحمراوي. محمد، التفاصيل لديك. نعم حسين، بالفعل بعد إتمام الإجراءات الخاصة بدفن جثمان الرئيس الأسبق محمد مرسي من جانب النيابة العامة، وبعد انتهاء إجراءات الخاصة بالطب الشرعي واللجنة المشكلة من جانب النيابة العامة الخاصة بالطب الشرعي والانتهاء من مهمتها، تم التصريح بدفن جثمان الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتم ذلك في مقابر جماعة الإخوان بمدينة نصر عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمستشفى لمن ترى. وهذه الإجراءات جاءت أو هذا التصريح جاء بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالنيابة وكذلك الطب الشرعي، فيما تستكمل النيابة العامة الإجراءات الخاصة بالتحقيق في هذا الأمر بعد أن أمرت النيابة العامة فور تلقيها اخطارا بوفاة الرئيس الأسبق بالقيام بالتحافظ على الكاميرات الخاصة بالمحكمة الذي وقع فيها مرسي مغشيا عليه، وكذلك الاستجواب أو الاستماع إلى أقوال المتهمين الذين كانوا موجودين معه في القفص، وكذلك الذين كانوا الأشخاص الذين كانوا موجودين في المحكمة، بعد أن قررت النيابة العامة المصرية تشكيل فريق من نيابة أمن الدولة العليا وكذلك نيابة جنوب القاهرة بالتحقيق في هذه القضية وفقا للإجراءات المتبعة من جانب النيابة العامة المصرية. كان هناك مصدر طبي بالأمس أوضح أيضا في تقرير خاص بالحالة الطبية للرئيس الأسبق محمد مرسي بأنه كانت هناك متابعة دورية لحالة مرسي منذ عام 2017 تحديدا منذ نوفمبر 2017 بتكليف من هيئة المحكمة التي أرادت في ذلك التوقيت الكشف الطبي ومتابعة الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد مرسي خلال محاكمته وخلال سجنه نظرا للشكوى من بعض الأمور الطبية، وبالتالي المحكمة استجابت للأمر وأخضعته للفحص الطبي والمتابعة الدورية وتلقي العلاج منذ نوفمبر عام 2017. وأوضح التقرير أيضا بأن الوفاة جاءت إثر نوبة قلبية، جاء على إثرها حالة الوفاة للرئيس الأسبق، مع التأكيد على المتابعة الدورية لحالتها الصحية والتي بدأت فيها الإجراءات منذ عام 2013 ومنذ عام 2015 بعد وجود شكوى من الرئيس الأسبق تتعلق بحالته الصحية، وتم خلال هذه الإجراءات التأكد من إصابته ببعض الأمراض منها السكر والضغط، وبالتالي كان هناك متابعة ودورية وفقا لهذا التقرير. نعم شكرا جزيلا لك زميل محمد الحمراوي مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة القاهرة.